السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي في كل مكان، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. معاكم سنوها الجندي من قناة فلاش التعليمية، ومعادنا النهاردة يا أصحابي مع أصدقائي الصغننين خالص كي جي تو، وهندرس مع بعض المنهج الجميل بتاعهم اكتشف الفصل الدراسي الثاني. وعاوز اقول لكم يا اصدقائي ان احنا منهجنا في الترم الثاني بيبتدي من اول المحور الثالث بعنوان كيف يعمل العالم. موضوع حلقتنا النهاردة في الفصل الأول مرحبا بكم في مجتمعنا. ومعانا يا أصدقائي في الدرس الأول حدوتة جميلة جدا جدا عن بنوتة أمورة صغنونة اسمها سارة، عاوزين نعرف ايه حكايتها. انتقلت سارة إلى المدينة. سارة صاحبتنا الصغيرة ديت راحت المدينة، والمدينة دي حبايبي اللي هي المكان الكبير اللي هو مكان مش ريفي، وهي عشان لسه صغيرة وغيرت المكان اللي كانت عايشة فيه فعندها احساس بالقلق، علشان كده بيقول لنا يا حبايبي انتقلت سارة الى المدينة تشعر سارة بالقلق. والقلق ده يا حبايبي ان هي ما تبقاش مستريحة، والقلق ده يا اصدقائي ان هي تبقى خايفة من حاجة هي مش عارفاها ومش عارفة يحصل لها ايه في المدينة اللي هي لسه جاية فيها دلوقتي. وتساءلت كيف تبدو المدينة؟ يا ترى المدينة دي شكلها عامل ازاي؟ اين ستلعب؟ اين ستتعلم؟ يا ترى يا ربي انا هلعب فين واتعلم فين؟ اين ستتسوق؟ وانا هروح اعمل شوبينج فين واجيب حاجتي منين؟ ودي كانت افكار سارة اما وصلت المدينة. وتعالوا نروح للصفحة اللي بعد كده، والدرس التاني يا اصدقائي صفحة رقم 4 بعنوان وصف المباني. ارسم دائرة حول النوافذ، ارسم مستطيلا حول الابواب، ارسم مثلثا حول اللافتات، عد مع المعلم. طبعا يا اصدقائي احنا عارفين ايه هي النوافذ اللي هي الشبابيك يا اصحابي. طبعا يا اصدقائي احنا عارفين ايه هي النوافذ اللي هي طبعا الشبابيك يا اصحابي، وعارفين ايه هي الابواب، بس احنا ممكن ما نكونش عارفين يعني ايه لافتات. اللافتة يا اصدقائي هي اللوحة او اليافطة اللي بيتكتب عليها اسم المكان وجمعها لافتات. طبعا يا اصدقائي كلنا عارفين شكل الدايرة، وعارفين كلنا شكل المستطيل، وعارفين كلنا شاطرين عارفين شكل المثلث. فهنا يا اصحابي بيقول لنا ايه؟ نرسم دوائر حوالين الشبابيك، ونرسم مستطيل حوالين الباب، ونرسم مثلث حول اللافتات، وهنعد مع المدرس بتاعنا. فهنعد مع المعلم يا اصدقائي عدد النوافذ في المبنى الاولاني 1 2 3 4 5، هنلاقي 5 نوافذ يعني هنعمل 5 دوائر، وفي باب واحد يعني هنعمل مستطيل واحد. والمبنى ده يا اصدقائي عبارة عن بيت، علشان كده مكتوب على اللافتة بتاعته كلمة البيت، فهنعمل حواليها مثلث، فهيبقى عندنا 5 دوائر ومستطيل ومثلث. صديقنا الصغنن ده بيقول لنا ايه بقى؟ مدينتي بها مباني كثيرة بأحجام مختلفة، توجد بها نوافذ وأبواب ولافتات. احنا يا حبايبي فرقنا دلوقتي بين النافذة والباب واللافتة، وزي اصدقائي ما هو بيقول في مباني كتيرة اكيد في حاجات تانية غير البيوت. تعالوا نشوف المبنى التاني ده عبارة عن ايه. ده مكتوب عليه فندق، اللافتة بتاعته مكتوب عليها فندق، فهنعمل حواليها مثلث، وهنعد النوافذ مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. عندنا يا اصدقائي 17 نافذة، 17 شباك باحكام مختلفة، وهنحط حواليهم دوائر، وعندنا باب واحد هنحط حواليه مستطيل. يبقى هنا الرسمة دي فيها ايه؟ فيها واحد مثلث عشان لافتة واحدة، و17 دائرة عشان 17 نافذة، وواحد مستطيل عشان باب واحد. ولازم يا اصدقائي نبقى عارفين في فرق كبير جدا بين الفندق والبيت. الفندق يا اصدقائي بيبقى مبنى كبير جدا جدا وحجمه كبير بالنسبة للبيت، علشان كده هتلاقوا فيه نوافذ كتيرة وطوابق كتيرة كمان. وبعد ما عرفنا الفرق بين الفندق والبيت يا اصدقائي، تعالوا نروح للدرس اللي بعد كده، درسنا الجديد باسم رسم بيت. عاوز اصدقائي اللي بيتفرجوا عليا يتخيلوا شكل بيت يكون جميل في دماغهم، ويرسم له نوافذ وباب ولافتة. يعني انت كده اقعد كده اسرح بخيالك وشوف بيت الاحلام اللي انت نفسك تعيش فيه، وحاول ترسمه، وما تنساش وانت بترسمه تعمل له لافتة وتعمل له باب وتعمل له نوافذ.
طبعا يا أصدقائي إحنا هنرسم البيت الجميل بتاعنا في المربع دوت، ومنساش نكتب على اللافتة أي كلمة إحنا نكون عاوزين نكتبها تلفت نظر الناس للبيت دوت. وهنبتدي دلوقتي يا أصدقائي في الدرس التالت صفحة 6 بعنوان تخطيط النشاط الإذاعي. صديقنا في الكتاب بيقول لنا إيه؟ خطط لنشاطك الإذاعي، اكتب الأفراد، اكتب الأماكن، اكتب الأنشطة. أول حاجة يا أصحابي عاوزين نتعرف يعني إيه النشاط الإذاعي. النشاط الإذاعي أصدقائي هو أي مكان بنقول فيه أخبار زي الراديو، وإذاعات الراديو كتيرة، وممكن إذاعة المدرسة. والهدف يا أصحابي من أي نشاط إذاعي إن إحنا بنقول الأخبار المهمة والأحداث المهمة اللي بتحصل حوالينا، وخاصة في المجتمع بتاعنا. فهنا بيقولك أنت حبيبي هتختار خبر من الأخبار وتقوله في النشاط الإذاعي. والهدف من ده يا أصدقائي إن إحنا نعرف الناس الجديدة الوافدة لمجتمعنا أهم الأخبار وأهم الأحداث اللي بتحصل في المجتمع بتاعنا. عشان كده يا أصدقائي اسم الفصل دون مرحبا بكم في مجتمعنا. فلازم يا أصحابي وإحنا بنرحب بيهم نعرفهم أهم الأحداث اللي بتحصل في المجتمع بتاعنا. فإحنا يا حبايبي هنختار خبر، والخبر ده هيكون فيه أفراد وأماكن وأنشطة، وهنقوله في النشاط الإذاعي بتاعنا. وبعد كده يا أصدقائي هنشوف الأفراد اللي موجودة في الخبر بتاعنا ونكتبها في المربع دوت، ونشوف المكان اللي كان بيدور فيه الخبر بتاعنا ونكتبه في المربع دوت، ونشوف الحدث اللي حصل في الخبر بتاعنا ونكتبه في المربع دوت، أو الأنشطة اللي حصلت في الخبر دوت وهنكتبها برضو في المربع ده. والخبر اللي أنا هقوله النهاردة يا أصدقائي هو بداية الفصل الدراسي الثاني في مجتمعنا، وبدأ الطلاب في الذهاب إلى المدارس. فعندنا هنا يا أصدقائي الخبر ده مين بقى الأفراد اللي فيه يا ترى؟ شاطرين يا أصدقائي الأفراد هم مين؟ هم أنتوا الطلبة اللي بدأ يروح المدارس. يبقى هنكتب هنا كلمة إيه؟ الطلاب أو التلاميذ. والأماكن الموجودة في الخبر إيه ده؟ والأماكن الموجودة في الخبر دوت إيه هي يا أصدقائي؟ مجتمعنا أو بلدنا الحبيبة والمدارس اللي بيروحها التلاميذ. يبقى هنكتب هنا المجتمع والمدارس أو بلدنا الحبيبة مصر والمدارس. والأنشطة اللي حصلت في الخبر دوت إيه هي يا أصدقائي؟ ذهاب الطلاب إلى المدارس، لأن ده نشاط هم قاموا بيه فعلا. نكمل يا أصدقائي مع بعض باقي الدرس. الله إيه البنوتة الجميلة اللي واقفة بتغني ديت؟ شفتوا هي ماسكة إيه في إيديها؟ هي ماسكة ميكروفون. تعالوا نشوف عنوان الدرس معانا، تصميم ميكروفون. وهنا يا أصدقائي بيطلب مننا تصميم ميكروفون نقدر نستخدمه في النشاط الإذاعي اللي احنا هنقوم بيه. ما تنسوش يا أصدقائي ان النشاط الإذاعي دوت من أهدافه ان احنا نعرف الناس الجديدة اللي جاية المجتمع بتاعنا أهم الأحداث اللي بتحصل حوالينا. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي في أشكال مختلفة للميكروفون، فأنا عاوزاك يا حبيبي تتخيل شكل الميكروفون اللي انت ممكن تستخدمه. وبكده يا أصدقائي نكون خلصنا الدرس الرابع. وقبل ما نشرح آخر درس معانا النهاردة، ما تنسوش يا أصدقائي تشيروا الدرس ده لأصدقائكم، وتشيروا الفيديو ده لأصدقائكم عشان أصدقائكم كلهم يستفيدوا ويقدروا يتابعوا معانا أول بأول. وعنوان آخر درس معانا النهاردة رقم 5 صفحة 8 التنزه في المدينة. وإحنا رجعنا تاني لصاحبتنا سارة، وأكيد سارة ديت لسه جديدة في المدينة وعاوزة مننا مساعدة. عاوزين نشوف إحنا المفروض نساعد سارة في إيه، أو سارة صاحبتنا عاوزة مننا مساعدة إيه. ساعد سارة على التنقل، استخدم الخريطة، ما اسم وسائل النقل المناسبة أكثر للوصول إلى مكان ما على الخريطة. هو هنا يا حبايبي عاوز يعرفنا إن الخريطة ديت فيها أماكن مختلفة، وزي ما احنا شفنا قبل كده ان هي ممكن يكون فيها البيت، ممكن يكون فيها الفندق، اكيد فيها منشآت تانية اخرى، ممكن يكون فيها البنك، ممكن يكون فيها المستشفى، ممكن يكون فيها المدرسة، وممكن يكون فيها السوق. فالاماكن المختلفة دي يا اصدقائي صديقتي سارة الصغننة هتحتاج تروحها. فاحنا عاوزين نساعد صديقتنا سارة ونعرفها ازاي توصل لكل الاماكن ديت بوسيلة المواصلات المناسبة لكل مكان. وزي ما احنا شايفين يا أصدقائي في عندنا هنا 6 وسائل مواصلات أو 6 طرق للتنقل. أول حاجة عندنا سيارة، تاني حاجة حافلة، وممكن السير إن احنا نمشي على قدمينا، وفي الدراجة، وفي القارب، وفي الطائرة اللي بتطير في الجو. فاحنا ممكن واحد يختار إن هو يساعدها إن هي يخليها تتحرك بالسيارة، علشان فيها طرق كتير للسيارات ومش هيخليها تمشي كتير على رجليها. وممكن حد تاني يقول لي لا الحافلة اسهل علشان الحافلة مش هتتوه بيها في المدينة.
ممكن حد تاني يقولي لا انا بحب المشي والمشي رياضة، فانا هنصحها ان هي تمشي عشان تعرف تتفرج على المدينة كويس. وممكن حد تاني يختار الدراجة عشان هتبقى اسرع من ان هو يمشي على رجليه، وفي نفس الوقت هتعرف برضو تتفرج كويس. وممكن صديقة ليا تانية تقولي لا انا هتاخد القارب عشان منها بتتفسح وبتمشي في المية ومنها بتتفرج برضو على المدينة كويس. وممكن صديق ليا يشوف لا ان اسرع وسيلة مواصلات هي اكيد الطيارة، وهي عاوزة توصل في اسرع وقت ممكن، فينصحها ان هي تركب الطيارة. فكل واحد يا حبايبي ممكن يكون ليه رأي مختلف، ومن وجهة نظره هو شايفه ان هو ده الرأي الصح. المهم ان احنا نتخيل ونشوف هنساعد سارة ازاي. وممكن انا اقترح بقى عليكم حل يا اصدقائي، ان احنا نشوف كل مكان من الاماكن دي ايه افضل وسيلة مواصلات ممكن سارة توصل لها او توصل بيها لي. يعني اصدقائي عندنا مثلا البيت الصغنن دوت قدامه شارع ضيق، فممكن سارة تمشي بالعجلة جوه الشارع دوت عشان توصل للبيت دوت. لو مثلا سارة عاوزة تروح البنك، فهي ممكن تاخد السيارة بحيث ان السيارة اسرع، وكمان الشارع اللي قصاد البنك ده شارع واسع. ونكمل يا اصدقائي باقي الدرس بعنوان العمل في وسائل النقل. وهنا يا اصحابي احنا لسه بنتكلم عن وسائل المواصلات او وسائل النقل، فهنا هيعرفنا الناس اللي شغالة في وسائل النقل المختلفة شكلهم عامل ازاي واسمهم ايه. فزي ما احنا شايفين يا حبايبي في حافلة، في سفينة، في قطار، في طائرة. ودي بنوتة جميلة لابسة لبس جميل وشكله لبس المضيفة الجوية. وهنا ده صديقي شكله ان هو سواق اتوبيس، حتى بنقول فليصعد الجميع. فهنا صديقتي الجميلة ديت لابسة لبس جميل قوي وجنبها علامة هلم بحري، يعني هي بتاع السفن، يعني معنى كده ان هي شغالة فين؟ قبطانة، فمعنى كده ان هي شغالة في مجال البحر. واخر صورة معانا ده راجل شكله بيسوق حاجة كبيرة جدا، حتى بص الدركسيون بتاعها كبير ازاي، فشكلها زي ما يكون قطر. فهنا يا حبايبي بيقول لنا ايه؟ صل كل صاحب مهنة بوسيلة النقل الصحيحة، يعني هنوصل كل شخص من الاشخاص دوت وسيلة النقل اللي هو بيسوقها او بيشتغل فيها. اول حاجة عندنا البنوتة الجميلة اللي لابسة شيك ديت، يا ترى شغالة فين؟ اكيد في الطيارة، يبقى هنوصلها بالطيارة. وصاحبنا الراجل الكبير دوت ممكن يكون شغال فين؟ بيقول ايه؟ فليصعد الجميع، معنى كده ان هو بيخاطب الجمهور، فهيكون شغال فين؟ اكيد شغال في الحافلة او الاتوبيس، هنوصله بالاتوبيس. والبنوتة الأمورة اللي جنبها علامة البحر ديت هتكون شغالة فين؟ شاطرين يا أصدقائي في السفينة، برافو عليكم. وآخر شخصية معانا صديقنا اللي ماسك دركسيون كبير، يعني بيسوق حاجة كبيرة. ايه أكبر حاجة هنا عندنا من الحاجات اللي بيسوقها؟ القطار. شاطرين يا أصدقائي، برافو عليكم. وبكده يا أصدقائي نكون أنهينا الدرس الخامس، ووصلنا كمان لنهاية الشرح بتاعنا. اتمنى يا اصدقائي لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وما تنسوش الشير والسبسكرايب. اسيبكم يا اصحابي في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.